شنو E3؟ انت تعرف شنو E3، ما احتاج اشرح. خل اتكلم عن المؤتمرات. قبل كل شيء كان في 20 دقيقة عن سوبر سماش. اميبو 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 اميبو. اوه ريو، ما حد كان متوقع. ما تسرب التريلر بكل مكان. روي يطق روي. احنا تدري هذا كله كم شخصية ما شنو الـ DLC؟ 30 دولار؟ 30 دولار؟ سعره 30 دولار؟ 30 دولار؟ دوري نينتندو، نينتندو وورلد تشامبيونشيبس رجع بعد 25 سنة. أنا ما أدري شنو سووا قبل 25 سنة لأني ما كنت مولود أصلاً. شلون من بين الألعاب سباتون؟ هم 16 لاعب كلهم ضد بعض، وسباتون 4 ضد 4. سباتون لعبة حلوة بس استعمالها هني كان غبي. وماريو كارت 12 لاعب، 4 منهم بالدوري والباقي كمبيوتر. في لعبة كان اسمها بلاست بول، أول مرة يعلنون عنها كان شكلها حلو، بس بشكل عام الدوري كان غريب. أغلب الألعاب ما أدري إيش قاعد يصير وما أدري منو اللي قاعد يلعب شنو. لما طلعت سوبر ماريو ميكر اللي هي كانت لعبة الفاينل، ما شفنا من ماريو ميكر إلا شوي قبل. الحين الناس ما نعرفهم وهم ما يعرفون شيء عن اللعبة بيلعبونها، بيورونا أشياء أول مرة نشوفها، بيلعبونها بطريقة يمكن نينتندو ما يبون تشوفها، بس لأنهم واثقين بلعبتهم. هذه كانت أبرز لحظات إي 3. هني استوعبت ان عادي اشوف تسويق حق لعبة واضحك واستانس. ودي لو يسوون دوري كل سنة بس يكون احسن باختيار الالعاب. حتى لو تسويق انا تقبلته لانه كان يونس، كان يضحك، وما يصير اتكلم عن الدوري بدون لا اقولها. رجي انت لما حين ما تعرف تلعب سوبر سماش. بعدها بدت المؤتمرات. راح اعطي المؤتمرات تقييم زبالة من 10، مو زبالة من 10، واعلى شيء فارس جواد من 10. اول مؤتمر بثفته. Are you crazy? أول شيء دوم. ألعاب First Person Shooter قبل كانوا يسمونهم Doom Like Game. Doom 2 كانت أسطورة، وأنا من الناس اللي يكرهون Doom 3 لأنها كانت مو Doom. أماكن صغيرة وتركيز على قصة استهبال. وين راح تصميم المراحل؟ اللي شفته من دوم 4 او دوم الجديد اللي بس اسمها دوم الحين ان شاء الله، و4 انها نفس 3 بس اسلحه اكثر وبعض الاماكن اكبر، بس ما فيها تصميم مراحل نفس دوم 2. كل مراحل كبيره فيها مليون مكان تقدر تروح له بنفس الوقت. ابرز شيء كان اللي ضدك شلون يطقون، اعتقد حاطين صعوبه اللعبه فيري ايزي. بعدين طلعت اشياء اكثر تذكرني بدوم 3. هذه الاشياء لو كانت هاف لايف ولا بايشك بتكون حلوه، بس مو دوم. يعني ناقصين اصل دوم يعني. بس انا اتذكر لما حطوا لعبه عن وولفستاين ذا نيو اوردر كانت خايسه، لما نزلت ولعبناها طلعت حلوه. يمكن الحين نفس السالفه، يمكن هم بس ما يعرفون يعرضون العابهم بطريقه زينه. المالتي بلاير شكله حلو، سريع واسلحه ورا بعض تتحول حق شيء ثاني ما ادري شنو، وفيها كوب وتسوي مراحل. حلو. باتل كراي لو تيم فورتس 2 صارت لعبه خايسه. Nous sommes très honorés d'être ici ce soir. Je suis rap. English slowly rap. Sorry. هذا مؤتمر بثيسدا ولا مسرحيات اطفال؟ ديسانت 2 يس، وريماستر حق ديسانت 1 حلو. عشان اللي ما لعبها يلعبها لانها كانت لعبه حلوه، شكلها 2 بتكون احسن بعد. لعبه كروت بعد حق Elder Scrolls. ما افهم شيء بالعاب الكروت، بس وين فولت 4؟ ابي فولت 4. قلتوا في لعبه حق فولت 4 وينها؟ I am sorry to say that we have come to the end of our showcase. We did Doom, right? We did Battle Cry and شنو؟ ما اسمع. اعلى اعلى ما اسمع. We did say something about that being here. My bad. I forgot. هذه صدق مسرحية أطفال. أخيراً فولوت 4. هاي شنو هذا؟ أنتوا قلتوا لعب مو صور ما لها معنى. تبدأ لعب قبل نهاية العالم، تسوي شخصيتك بطريقة عجيبة، شكلها الأحداث بتكون حلوة عشان البداية القوية اللي شفناها. تقدر تسوي سلاحك ومدينة لك وتحميها وكل شيء عجيب. وتنزل هالسنة بعد. فولوت 3 كانت لعبة أسطورية، وفولوت نيو فيجاس كانت يمكن أحسن منها ببعض الأشياء، بس مشكلتها أنها تشابه فولوت 3 بشكل كبير. فيعني لما تسوي شيء حلو يمكن يكون أحسن من 3 تقول أنا سويته ب 3. فولوت 4 شكلها فيها تغييرات كبيرة وعاجبني أن البطل يتكلم، أبي ألعبها الحين. فولوت شيلتر لعبة على الآيفون ونزلت بنفس اليوم. هذه نفس أغلب ألعاب الآيفون هالأيام، بس مو صج زبالة من كل ناحية. يعني ما تحاول تبوق فلوسك بكل شيء، والأشياء اللي تسويها أغلبها حلوة، يعني كأنك قاعد تلعب لعبة صجية مو لعبة خدعية. المهم يعني مو زبالة من كل ناحية، شوي زبالة بس كذي. على آخر المؤتمر قالوا إنهم راح يعطون الحاضرين هدايا. نعم هذول صحفيين شلون يقبلون هدايا؟ مؤتمر بثيسدا كان
زين دوم سينجل بلاير خياس، بس غيره كلها اشياء حلوه. يعني احتاج اتكلم اكثر عن فول اوت 4، حتى باتل كراي ما طولوا عليها حيل، بس للاسف ما تكلموا عن العاب وايد ولا زمونا بالعاب ما ندري عنها ولا توقعناها، وكل مره واحد يطلع لازم نتكلم عن اشياء مو مهمه قبل يبدا كلامه عن اللعبه. الزين هم يعرفون شنو الاشياء اللي يطولون عليها وشنو الاشياء اللي يمشونها على السريع. مؤتمر بثزدا كان مو زباله، مو زبالة من 10. بعده مؤتمر مايكروسوفت. عادة مايكروسوفت ما عندهم شيء قوي، مرات تكلموا عن كنكت، مرات تكلموا عن تلفزيون، مرات يكون عرضهم للألعاب خدع، فكنت متوقع ان هالمرة نفس كل مرة. يبدون بهيلو. انا ما العب فيرست بيرسون شوتر على الكونسول في اسباب وايد، بس هيلو 1 و 2 نازلين على البي سي، واتذكر اني لعب شويه من 1، فيعني انا ما افهم وايد بهيلو، بس خليني اتكلم عن اللي شفته. عرضهم للعبه اقدر اقول عنه غثيث. ليش يمشي بطيء ويطالع فوق وتحت ويمين ويسار؟ ما حد لما يلعب يسوي كذي، يا كثر ما يسوونها حركات خلاص ملينا. بس اللعبه شكلها حلوه وودي العبها على البي سي، طبعا على الكونسول مستحيل. واذا مستغرب لما تلعب فيرست بيرسون شوتر على البي سي خلاص ما تقدر ترجع على الكونسول. اللعبه من كي جي نوفوني اللي هو مطور ميجا مان مطورين مترويد. طبعا التريلر ما له اي معنى وما يدل على اي شيء باللعبه. ابرز شيء كان هالمقطع. لحظة، يعني انت تقدرين ترجعينه عادي ما صار شيء، ليش ما كنتي تبينه يفجر نفسه؟ فيل سبنسر واقف بالنص، زاوية الكاميرا هذه عجبتني، كنا هو فوق والناس كلهم تحته. To build the best platform and most reliable service for both gamers and developers, and to enable teams to push the boundaries of creativity, technical innovation, and of course fun. لما الحين مع هالكلمات اللي ما منها فايدة، ألعابكم يعني أكيد بتقولون هالكلام، ما حد راح يتحمس من كلام فاضي، ما حد تمشي عليه الحركات. أقوى إعلان بالمؤتمر كله. Xbox One تقدر تشغل ألعاب 360. أنا مستانس، أنت مستانس، اللي قاعدين مستانسين، الكل مستانس، إلا سوني. سوني يقولون إنهم ما يفهمون الفكرة إنك تشغل ألعاب قديمة على جهاز جديد، فما راح يسوونه حق PlayStation 4. كذابين. ليش في شيء اسمه PlayStation Now؟ شل كذب هذا. هم بس مغثين عشان ما تقدر تسوي شيء صح قبلهم. كنا ياهل لما يكون عندك شيء هو يبي يقول اصلا مو حلو ما بي. الكنترول عجيب، كل شيء تقدر تبدله وفي اشياء من تحت. بثزة فول اوت 4 عندكم مؤتمر قلتوا فيه كل شيء، ايش تبون هني؟ اوه لحظه، لا تقول في اشياء حصريه حق اكس بوكس 1، هذا شفناه، قول اللي عندك. نعم فول اوت 3 مع فول اوت 4 بس على اكس بوكس؟ ليش هالحركات بثزدة؟ ليش هالحركات مايكروسوفت؟ هذه قذاره. ليش اكس بوكس عندهم شيء اكثر؟ عشان دافعين نفس زياده ساعه لعب ووردز على بلاي ستيشن 4، لان سوني دفعوا حق يوبيسوفت. هذه قذاره، واي جيمر يشجعها فهو اقذر منها. انت حرفيا ما تستفيد شيء، لان بتطقق بالجيمرز بتطقق بجمهورنا. واذا بتقول لي فول اوت 3 على اكس بوكس بس عشان تشغل 360، ترى على البي سي لما الحين نقدر نشغل فول اوت 3. وبعدين وايد قاعد اشوف ناس يمدحون بثزدة بدون اي معنى. نسينا ان الدي ال سي حق سكان كان ينزل على اكس بوكس قبل الكل، هذه حركات قذره بعد. بس المهم في شيء ثاني حلو، مودز على كونسول. مودز يعني تعديلات الناس يسوونها وتقدر تنزلها ببلاش وتحطها على لعبتك ببلاش، بس طول الوقت موجود على البي سي، الحين اخيرا تقدر تحطها على اكس بوكس. هالشيء عجيب وودي كل الالعاب يصير فيهم كذي. وطبعا شيء منطقي، ليش بس على اكس بوكس؟ لانه ويندوز مالهم. ولا شيء بهذا، عندكم مؤتمر خاص فيكم، ليش جايين هني تخربون مؤتمرات غيركم؟ اي اي اكسس، هذه اول مره واخر مره اتكلم فيها عن اي اي اكسس. اي اي زباله، وهذه واحده من طرق زبلانتهم، تدفع فلوس بطريقه اشتراك وتاخذ اشياء كانت ببلاش قبل اي اي اكسس، مثل الديموز او انك تلعب بيتا، مفروض ببلاش حق الكل، راح احطوه مع اي اي اكسس. اي اي ما تعطيك شيء، اي اي تاخذ من اللي مو دافع وبس. في اشياء ثانيه يكونون ببلاش، طبعا فيهم مايكرو ترانزاكشنز. ولا تقول لي اوه مو كل شيء كذي، المفروض يكون ولا شيء كذي، يحطون اشياء ثانيه بس عشان يغطون على الحركات الزباليه اللي قاعد يسوونها. انا مع سوني لما رفضوا اي اي اكسس، ودي لو مايكروسوفت ما قبلوه بالاساس، بس اللي بيدفع بالطقاق فلوسه هو يضيعها على النصابين. بدال يتكلمون عن فورتسا ويطلعون لعب يورونك سياره. دارك سولز 3 مع اني كنت ابي لعب، بس حلو ان نشوف الاشياء اللي بتكون بالعالم. ذا ديفيجن بيته حق اكس بوكس قبل الكل، قذاره يا مايكروسوفت قذاره، كخ عيب. لا تسوون كذي. ليش كل مره يتكلمون عن شيء حصري يصفقون؟ هذول صحفيين صح؟ شلون صحفي يصفق حق القذاره؟ ما يحس انه قاعد يسوي شيء غلط؟ الناس يقرون الكلام اللي تكتبه وانت تسوي هالحركات. كل مره اشوف رينبو 6 سيج تعجبني اكثر. انا لاعب 3 وفيجاس 1 واثنينهم عجبوني، بس هذه نظامها غير فشدتني اكثر. لعبه موجوده على جهازين بس حصريه، شلون؟
حتى لو جهازين من نفس الشركة ما تعتبر حصرية، بس هم يبون يستعملون كلمة حصرية بأي مكان. لعبة اسمها جايجانتك، ما أدري إيش قاعد يصير فيها. بعدين طلعوا لعبة حلوة ورا لعبة حلوة، أبي أشوف أكثر من هالألعاب، مو سيارة تدور ما أدري إيش قاعد يسوون فيها. أوكي جوت سيميليتر لعبة خايسة، وأكلة محين ما خلصت. المهم إنه يطلعون هالناس يورونك ألعابهم الحلوة بدال الخياس اللي طلع قبل. أكثر لعبة عجبتني كانت كاب هيد، طلعوها قبل بس الحين حطونا اللعبة أكثر. نظام اللعب يذكرني بجان ستار هيروز، بس ما قرضن باقي الألعاب، كلهم ألعاب شكلهم ألعاب حلوة. بعدين تكلموا عن Early Access. Xbox Game Preview نفس Early Access مال Steam، هالشي مو زين. أغلب ألعاب Early Access لما الحين ما خلصت. وفي لعبة كانت Early Access من كثر ما اشتغلوا عليها نزلوها كأنها لعبة كاملة وهم ما خلصوا الشغل. في أشياء قالوا إنهم بيسوونها وما سووها بعد ما الناس دفعوا عليها. Early Access باختصار ألعاب مو كاملة بأسعار ألعاب كاملة. المفروض المطورين يأخذون الفلوس ويكملون الشغل. بس صارت وايد أشياء خايسة بالSteam ومايكروسوفت راح يتلشون على Xbox. I want a game that is not a game. أخذ. اللعبة الحصرية اللي مفروض ما تكون حصرية، ما بيعيد نفس الكلام اللي قلته. أنا ما راح أتكلم عن هالزبالة إلا بطريقة خايسة، لأنها زبالة إلا لما تنزل على أجهزة ثانية. ثاني أحسن إعلان بالمؤتمر، تنزيل لعبة من رير $30، السعر ولا شيء والألعاب عجيبة. ولعبة رير الجديدة Sea of Thieves الجرافكس حلو وشكلها يمكن تكون لعبة حلوة. أهم شيء بعدون عن الكنكت، وعلى طاري الكنكت لما الحين ما تكلموا عنها. أحسن استوعبوا إنه ما حد مهتم. Fable Legends و HoloLens. Today we are very excited to show you how Microsoft HoloLens can change the world of gaming. قلتوا هالكلام عن الكنكت كذب، ما صار شيء. الحين فقرة النصب، قال خلا أخذ اللي عطوه وحطه على الطاولة كان يصير شيء ثاني، وبس قال Create World كان يصير الشيء اللي قدامه. HoloLens قارئ أفكار، وهم قاعد يقولون الكاميرا مفروض تورينا هو إيش قاعد يشوف، وهو أصلاً ما يقدر يطالع كل هذا. كل الصحفيين اللي جربوا HoloLens يقولون إنك قاعد طالع بمربع، شلون كل هذا قاعد نشوفه احنا وشلون تغير كل شيء؟ هو ما قال غير كرييت وورلد فجاه صار كل شيء بروحه كذي، هولو لاند تسوي اشياء بروحه، هذا كله كذب. وانا ما راح اصدق مايكروسوفت مره ثانيه. تذكر الكنكت، حتى لو هولو لاند اشتغل صج ليش ابي استعمله وليش يخليني اغش بماينكرافت؟ ليش هولو لاند ما راح امل منها بسرعه؟ باختصار هولو لاند شيء غبي نفس كنكت. جيرز اوف 4 ما لعبت ولا جزء، طول تفكر اني العب ولا لعبت ولا جزء، ما ادري ايش السالفه. راح اقول انه شيء زين لاني شفته كان شيء زين. كان في اشياء زينه واشياء قويه واشياء تمشي الحال واشياء خايسه. مؤتمر مايكروسوفت مو زبالة من 10. كل سنة أخيس مؤتمر يكون إيه، يمكن تعلموا ويمكن هالسنة يتعدلون. ثانية واحدة من ماس افكت أندروميدا، سلسلة ماس افكت تستاهل أكثر، لو ما طلعتوا هالثانية أحسن. نيد فور سبيد اللي تحتاج تشبك عشان تلعبها حتى لو تلعب روحك، لا شكرا. شنو يعني ستار وورز؟ وين مرز أج؟ أعتقد في ناس متحمسين حق باتل فرونت وهذه The Old Republic. Star Wars Battlefront comes a little later, but there's a lot more to get to first. لازم تصبر على الخياس الحين عشان تشوف باتل فرونت وميرز ايدج. Unravel هذه شلون طلعت من EA؟ شيء عجيب. والمطور يرجف، ليش ترجف؟ انت عندك احسن لعبه بالمؤتمر، لا ترجف لا تخاف. I think that games are really powerful things. They have the ability to grab you and move you in a way that few other art forms can. اكيد هذا مؤتمر EA، هالإنسان فوق الكائنات الثانية اللي طلعوا قبله كلهم، وكل اللي مسوينها 14 شخص استديو صغير بإي اي. Unravel تخليني أقول إي اي فيهم أمل يتعدلون. كل الكلمات التسويقية اللي سمعتها قبل اختفت، واحد يسولف عن لعبته وبس. Unravel كأنها من عالم ثاني، ما أدري شلون من إي اي. ردينا على مسرحيات الأطفال. أوه بلانت زومبيز جاردن وورفير 2، هذا أكيد جزء جديد ولا DLC؟ إنزين بعرف شيء مهم، في مايكرو ترانزاكشنز لات الجزء الأول، لأنه معروف هذا أكثر شيء يحبونه الجيمرز. أوه رياضة، واضح إني أحب الرياضة. سلو موشن، هذا مؤتمر ألعاب ولا فيلم رزنت إيفل؟ خلاص ما بيلعب زين، ما بيلعب أصلا، ألعاب تخرب عيالنا، ليش ألعب؟ بروح أسوي رياضة. أنت مو قلت بتسوي رياضة؟ Get back.